نكمل مع انجيل ماركوس. اليوم عندنا النص من الفصل الثاني راح نبدي به من 1 إلى 12، اللي هو بالحقيقة العجوبة شفاء المقعد. نقرأ النص مثل ما موجود قدامنا. عاد بعد بضعة أيام إلى كفرناحوم، فسمع الناس أنه في البيت، فاجتمع منهم عدد كثير ولم يبقى موضع خاليا حتى عند الباب، فألقى إليهم كلمة الله. فأتوه بمقعد يحمله 4 رجال، فلم يستطيع الوصول إليه لكثرة الزحام، فنبشوا في السقف فوق المكان الذي هو فيه، ونقبوه، ثم دلوا الفراش الذي كان عليه المقعد. فلما رأى يسوع إيمانهم قال المقعد: يا بني، غفر لك خطايا. وكان بين الحاضرين هناك بعض الكتبة، فقالوا في قلوبهم: ما بال هذا الرجل يتكلم بذلك، إنه ليجدد، فمن يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فعلم يسوع عندئذ في سره أنهم يقولون هذا في أنفسهم، فسألهم: لماذا تقولون هذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمقعد: غفرت لك خطاياك، من يقال: قم فاحمل فراشك الراش؟ لكي تعلموا أن ابن الإنسان له سلطان يغفر به الخطايا بالأرض. ثم قال للمقعد: أقول لك، قم فاحمل فراشك واذهب إلى بيتي. فقام فحمل فراشه ويغطيه، وخرج بالمرأة من جميع الناس حتى دهشوا جميعا ومجدوا الله وقالوا: ما رأينا مثل هذا قط. أول بداية الفصل الثاني من إنجيل ماركوس. مثل ما نعمل كل مرة راح نشوف شنو هي الكلمات الأساسية في هالنص. أول كلمة مفتاح: الإيمان شرط هو للمعجزة أم لا؟ عموما عند أكثرية الشفاءات عند ماركوس يجي الإيمان أساسي للشفاء، يعني يطلبه. مرقس في كل إنجيل تقريبا، في كل الشفاءات اللي يعملها يسوع، يخلي الإيمان أساسي في الشفاء. لكن في هالقصة اللي قريناها قبل شوية، شفاء المقعد، أكو شيء غريب. الإيمان اللي يشوف يرى أنه هو قوي، ما هو للحقيقة للشخص اللي يشفى، هو للذين يحملون الشخص. حرفيا يقول يسوع، يقول العفو الإنجيل: لما يرى يسوع إيمانهم. هذا حرفيا. إذا ما لما يشوف إيمانه اللي هو مقعد، إيمانهم يعني اللي جابه، يعني الأشخاص اللي وصلوا إلى يسوع هالشخص. تقريبا نفس الشيء نشوفه، إنه الإيمان مو هو للشخص اللي يشفى، للآخر. في قصة طرد الروح النجس من الصبي المصاب بالصرع اللي هو في إنجيل مرقس الفصل 9، شلون إنه والد هالشخص هو اللي يقول ليسوع إنه ما شفت مثل هالإيمان. إذا هالشيء أول نقطة غريب في هالقصة، إنه ما الإيمان مطلوب للشخص اللي يشفى لكن أشخاص آخرين. نسأل: هل الإيمان شرط للمعجزة؟ لأن كثيرين من عندنا يتساءلون اليوم، لازم الإيمان يكون موجود حتى تصير معجزة؟ عموما مرقس يردد كثير هالفكرة، أنه الإيمان مطلوب للمعجزة. في الفصل الثالث مثل راح نجي بعدين علينا، من راح يسوع إلى مدينة الناصرة وشافهم، يقول حرفيا: لم يقدر أن يصنع أي معجزة هناك بسبب قلة إيمانه. تصريح خطير، يعني يسوع ما قدر يعمل أي شيء، ما قدر يعمل ولا معجزة بسبب قلة الإيمان.
بينما نشوف نفس النص عند مادة تعرفون الهلكلة في أناجيلهم نسميها إيزائية، يعني بها نفس التسلسل ونفس القصص، مادة يخفف شوية من كلام مرقس يقول ما صنع كثيرا من المعجزات لعدم إيمانه، يعني صنع معجزات بس ما كثير. ليش؟ لأن بالنسبة لمتى شلون يعني يسوع ما يقدر يسوي معجزات؟ هذا فشي غريب، يعني البطل مالته في الكتاب راح يطلعه بشخص كانه ضعيف، بينما مرقس ما يتردد ابدا ولا معجزه ما سوى يقول بسبب قله ايمانه. اذا تشوفون شلون مرقس يركز كثير على موضوع الايمان. اذا مرقس ما يتردد ابدا انه يعلن انه يسوع ما قدر يسوي معجزات، ولو انه هذا الكلام ده يخلي يعني قوة قدرة يسوع اللي هو بطل كتابه على المحك، بمعنى اللي يقرأ يشوف ان هذا ما عنده شيء قوي، بس هو مين يريد يبين هالشيء اللي هو الايمان. الايمان اذا ضروري جدا للشفاءات والاعاجيب، هذا اللي مهم عند مرقس. ليش؟ لأن ما مهم عنده يظهر قدرة يسوع الكبيرة، لكن أيضا مع قدرة يسوع يريد يبين شلون يصير التلمذة إلى يسوع، شلون شخص يصير تلميذ ليسوع. اللي يريد يتلمذ ليسوع لازم يكون مؤمن بينه، وهذا الإيمان هو اللي ينتج الشفاءات والعجائب وغيرها من الأشياء. تشوفون مرقس إذا ما يهمه الشيء يقوله الناس، يهمه يبين قدرة يسوع صح، لكن يريد يبين شلون الإنسان يصير تلميذ إلى يسوع. إذا الشخص يريد يصير تلميذ إلى يسوع لازم يكون مؤمن، والإيمان هو نتيجته تجي الشفاءات وغيرها من الأشياء. إذا في قصتنا اليوم هالنص شلون ما قلنا أن التركيز ما هو على إيمان هذا الشخص المقعد اللي كان على السرير. هل الشخص المريض راح يحصل على الشفاء لكن بإيمان آخرين مو بإيمان؟ وهذا مهم جدا عند مرقس. ليش؟ لأن الشفاء عنده مو هو نتيجة الإيمان الشخصي، لكن لإيمان الآخرين المهتمين بالشخص نفسه، وهاي نقطة مهمة عند مرقس. الإيمان المطلوب للشفاء مو هو دائما بالضروره شخصي، يعني مو شرط الشخص اللي يطلب الشفاء او المعجزه هو يكون 100% مؤمن. ايضا من الضروري يكون اكو ايمان جماعي، يعني قوه ايمان الجماعه هي اللي تخلي الشخص يشفى، وهذا اللي يريد يبينه مرقس بقوه في هالقصه مالتنا اليوم. يركز على طريقة عمل الأشخاص، يعني التفاصيل اللي يقولها، ما شافوا مجال يفوتون من الباب، راحوا صعدوا بالسقف، شافوا بالضبط وين يسوع يكون موجود، نبشوا بالسقف، بعدين فتحوا، بعدين نزلوا، شنو هالتفاصيل؟ ليش دا يقول هالتفاصيل؟ يريد يبين هالنقطة، إنه إيمان هذول الأشخاص اللي يحملون المقعد. إذا عندما شاف يسوع إيمانهم يتوجه للمقعد بكلام عن غفران الخطايا وبعدين يشفيه. ممكن هنا في هالبناء المرقسي نشوف الأساس لموضوع مهم جدا في الإيمان المسيحي اللي هو الإيمان الجماعي. عادة احنا اليوم بعد 2000 سنة المسيحية وبسبب ثقافتنا الخارجية، يعني أبناء هالحضارة اللي نعيش بها، ركز كثير على الفعل الشخصي، على الإيمان الشخصي، إنه لازم تكون مؤمن بشكل جيد، أنت مهم، إيمانك مهم، هذا جيد، لكن ما كثير مبين الوجهة الأخرى للإيمان اللي هو البعد الجماعي، ما كثير نركز عليها، وهي خلل، هذا خلل مجتمعنا او كنيستنا او حضارتنا اليوم، انه احنا نركز كثير على الايمان الشخصي، الفعل الشخصي، وما نهتم بالايمان الجماعي،
ليش؟ لان احنا ابناء الثقافه، السيستم العالمي اليوم اللي يهتم بالفرد فقط ما يهتم بالجماعه. بالنسبه لنا ايمان الجماعه هو اساسي للايمان الشخصي. ليش؟ لانه يقدر يشفي الشخص من امراضه. لهالسبب ما ممكن في المسيحيه نتكلم عن ايمان شخصي من دون جماعي. ما ممكن. تشوفون اذا اليوم شقد احنا مقصرين في هذا الشيء، شقد قبل ابائنا كانوا المفهوم الجماعه بالنسبه لهم مهم جدا، اساسي جدا. مرات يقولون بين قوسين انه قبل كانوا في سر المصالحه، يعني اليوم اللي نقوله سر الاعتراف، كان الشخص في بدايه المسيحيه يجي القداس قبل القداس يقول انه انا عملت فلان شيء، فالاشياء الكبيره طبعا مثلا سرقت وعملت فالشيء قدام الكل. ليش هالشيء؟ لان اكو احساس بالجماعه. هالشخص اللي سرق خلال الاسبوع سوى كل الجماعه خاطئه، هالجماعه مسؤوله ايضا عن خطيئته. لهالسبب المفروض قدام الجماعه يقول هالشيء، وقدام الجماعه والجماعه وهو ياخذون الغفران. اذا بالنسبه لنا بالايمان المسيحي الجماعه بايمانها تخلي الشخص مؤمن، والشخص يقوي بافعاله ايمان الجماعه بشكل عام. هذا الربط مهم جدا. هذا ممكن نشوفه في انجيل مرقس اليوم. اذا ما نقدر نتكلم عن مسؤوليه شخصيه 100%، نقول انه انت خطات، انت 100% مسؤول عن خطاك. ما ممكن. اكو مسؤوليه فرديه ضمن جماعه مسؤول. اذا الشخص هو ما مؤمن كثير، اذا شخص خاطئ كثير ابن كنيسه معينه، هل الكنيسه ايضا مسؤوله عن خطا؟ هل الكنيسه ايضا مسؤوله عن ضعف ايمان؟ اذا الايمان الضعيف هو مسؤوليه الجماعه. لهالسبب ما نفرح كثير نقول انه احنا ناس ما نعمل اي خطا، هذول الاشخاص الاخرين يعملون خطا. هذول الاشخاص الاخرين يعملون خطا إذا هم من كنيستي أنا مشارك في خطأهم أيضا. إذا نصنا اليوم، نص مرقس اليوم يفسر يسوع تصرف هذول الأشخاص الأربعة كأنه إيمان باللي يصنع المعجزات والعجائب. يبدو من نص مرقس أنه إيمان هذول الأشخاص الأربعة فالإيمان واثق بيسوع انه يقدر يعمل المعجزات، وايضا ايمان واثق بالله اللي يغفر الخطايا. وهذا واضح من هالتفاصيل اللي جيبها مرقس، نبشوا السقف وبعدين حفروا السقف. بين قوسين لازم يعني يكون ببالنا، مو هو ما كان سقف كونكريت، يعني عموما كان السقف مثل كانوا هاي نسميها خشبات، يخلوها ثلاث اربع بعدين يخلون نوع من ايضا نبات ويخلون شويه طين، يعني اذا كانوا جيدين يخلون شويه طين، اذا ما هو كونكريت وجاك هامر يعني. اذا التركيز في نص مرقس في هالنقطه هو على يسوع وعلى اللي ارسل يسوع، يعني الله اللي ينطينه سلطان مغفره الخطايا. هذول الاربعه هسه نشوف لكم شويه تاريخيا ليش اربع رجال، يكتب حرفيا مرقس اربعه. في التاريخ الاباء فسروا كثير موضوع الاربعه. واحد من الاباء اللي هو الامبروسيوس اللي توفى سنه 397، واحد من اباء الكنيسه، يقول عن هذول الأربعة: ينبغي أن يكون لكل مريض شفعاء يطلبون عنه لينال الشفاء، فبشفاعتهم تتقوى عظام حياتنا اللينة ويستقيم اعوجاج أعمالنا بدواء كلمة الحياة. ليوجد إذن مرشدون للنفوس يترفقون بروح الإنسان
التي قيادتها ضعفات الجسد. الكهنة يشكلون الروح، يعرفون كيف ترتفع، كيف تتواضع لتقف أمام يسوع للنظر إلى متواضعته، ينظر إلى المتواضعين. في شأن الآباء، واحد من الآباء اللي توفى 399 يفسر ليش أربعة جابوا هذا الشخص وهذا أخذ شفاءه. فمن هذاك الوقت لازم يكون لنا شفعاء. هذا قديس أمبروسيوس. أكو أسقف آخر اسمه ثيوفلاكتيوس، هو أسقف يوناني توفي في حوالي 1107. يشوف في هذول الأربع رجال رمز للإنجيلين الأربعة. يقول: متى كان ذهني مرتبكا أصير خائر القوى عندما أريد ممارسة أي عمل صالح، فأحسب مريضا بالفالج، يعني المقعد، فإن رفعني الإنجيليون الأربعة وقدموني للمسيح أسمع منه إنني ابن الله وتغفر خطاياي. هذا تأمله في هولمز الأربعة، ليش عدد أربعة؟ آخر استشهاد هو يوحنا الذهبي المعروف جدا، توفى 407. يقول أن الأربعة وضعوا المريض أمام المسيح ولم ينطقوا بشيء بل تركوا كل شيء له. يوحنا الذهبي الفم هو واحد من الآباء الكبار. يتأمل ليش هذول الأربعة؟ يتأمل أنه ما حكوا أي شيء، جابوه خلوه قدام المسيح بدون ما ينطقون ولا كلمة. بنفس الروح أرسلت مريم ومرثى للسيد قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريم، ما أجمل أن تكون صلواتنا عرضا أمام الله باشتياق حقيقي أن يتم إرادته، وإيمان أنه يهتم بنا ويرضى أكثر ما نسأل فوق ما نحتاج. هذا تاريخيا شلون جزء طبعا بسيط من التفسيرات لهالأربعة، ليش أربعة؟ فالآباء يهتمون كثير بهالموضوع. نرجع إلى نصنا، تفسير النص. الإيمان الجماعي اللي نتكلم عنه نشوفه أيضا مو مع هذول الأربعة، لكن في نهاية النص، نهاية قصة المقعد. ليش؟ لأن بعد الجدال يسوع ما يجادل مع الكتبة، وبعد ما يشفي هذا المريض مرقس يقول حرفيا: دهشوا جميعا ومجدوا الله وقالوا: ما رأينا مثل هذا قط. دهشوا جميعا. إذا مع أن هالجموع حسب مرقس ما هي مؤمنة بيسوع، ما تعرفوا يسوع، لكن مثل ما شفنا الأسبوع الفات وقبله الشياطين عرفته، لكن الجموع ما عرفته، لكن هالجموع تندهش بعد ما قام بينه يسوع. اندهشوا جميعا. الاندهاش والتعجب هو أول خطوة نحو الإيمان، أول خطوة نحو الإيمان. هالخطوة لكن تحتاج إلى مسيرة داخلية، يعني الإنسان يتغير تحتاج إلى جهود حتى تتحول إلى إيمان. إذا دهشوا جميعا بمعنى أكو فتشي صار، ومجد الله ما رأينا مثل هذا قط. بدأ فتشي يتحرك. إذا هالمسيرة الداخلية المطلوبة بعد التعجب والاندهاش مهمة جدا. ليش؟ لأن إذا ما نعرف يسوع حسن مرقس، ما نؤمن بينه، ممكن تعجبنا واندهاشنا يودينا إلى كره يسوع، وهذا ما حصل للكتبة مثلا في هالنص. لأن الكتبة ما يهمهم الشيء سوى يسوع شفاء أو ما شفاء، يهمهم أنه عندهم أفكار لازم يسوع يكون متطابق مع أفكارهم حتى لو اندهشوا. إذا التعجب مهم جدا في الكتاب المقدس، أنا دائما أكرر هالشيء، دائما التعجب مهم جدا. ليش؟ لأن يعبر عن تأثير الظهور الإلهي. الكتاب المقدس مملوء من مفهوم التعجب، واللاهوت الشرقي المشرقي، مو الشرقي المشرقي مالتنا، يعني خاصة بين النهرين مالتنا، مليان من مفهوم التعجب. التعجب يعبر عن شقد أثر ظهور إلهي بينا. يعني دائما يكون اكو تعجب وخوف، خاصة بمعنى إشارة إلى حضور إلهي. هنا في نصنا الجموع تتعجب من ما قام بينه يسوع، وهذا يشير إلى
تأثير الظهور الإلهي في الأعجوبة، يعني الشيء اللي سواه يسوع شافوا بينه حضور إلهي. إذن إيمان الجماعة ما يجعل فقط الشفاء ممكن للشخص، لكن يحرك أيضا الجموع الأخرى، يخليهم يتأثرون من حضور الله في الشخص المريض. تشوفون شلون يبني مرقس هالنص في البداية، يخلي أنه الإيمان الجماعي هو اللي يشفي هذا المريض. في نهاية النص يقول دهشوا جميعا ومجدوا الله، بمعنى الإيمان الجماعي ما فقط يشفي المريض، لكن يحرك أيضا آخرين جماعيا أنه يبدون في مسيرة الإيمان. إذن المهم في هالمنطقتين هو الإيمان الجماعي. هاي أول نقطة في نصنا اليوم. النقطة الثانية غفران الخطايا. الشيء المستغرب جدا في هالنص، بعد ما يسوع يشوف إيمان اللي حمله هذا الشخص ونزله، يقول غفرت لك خطاياك. شنو علاقة المرض بالخطايا؟ ليش يربطهم يسوع؟ ما غريبة إذا شوف تسلسله، إنه هذول جاءوا سووا كل هالعملية ونقبوا وسقفوا ونزلوا، أول ما شافها تعجب من إيمان هذول وقال غفرت لك خطاياك. شنو علاقة المرض بالخطيئة؟ ليش يربطهم يسوع مع بعض؟ الحقيقة الربط بين المرض والخطيئة هو فكرة شائعة جدا بين اليهود. الشعور اليهودي أو المفهوم اليهودي يشوف المرض بصورة خاصة نشاط الخطيئة المدمر. راجع مزمور 103:3 يقول أشفني من أمراضي واغفر لي خطاياي. ربط بيناتهم. الفكرة اليهودية موجودة في الكتاب المقدس بشكل كبير، أن المرض والخطيئة أكو ربط كثير بيناتهم. كل مرض هو بشكل محدد نشاط فعالية الخطيئة المدمرة للإنسان. لهذا السبب الشفاء من المرض وغفران الخطايا هو اللي يعيد الإنسان إلى الشركة الكاملة مع الله. بالنسبة لهم كل شيء، يعني بالنسبة لهم وبالكتاب المقدس أيضا، كل شيء يعارض الحياة السليمة والصحية يعتبر ضد الحياة. يعني الحياة السليمة مثلا شخص يسرق خطيئة، والحياة الصحية شخص مريض، كل ما يعارض هذول الشيئين هو ضد الحياة. وهو بالحقيقة اثنيناتهم نتيجة الفعل الخاطئ للإنسان مو عمل الله. إذا المرض بما أنه يتعارض مع الحياة الصحية الاعتيادية، هو بالتأكيد مرتبط بفعل الإنسان الخاطئ. لهالسبب يلزم غفران الخطيئة حتى يحصل على شفاء. هذا التفكير اللاهوتي الموجود بقوة في العهد القديم. يسوع كان ابن العهد القديم، يسوع كان يهودي أيضا. إذا هل التفكير كان بشكل قوي موجود في بين اليهود؟ ممكن اليوم من نقرأ هالأشياء نضحك، ممكن إذا تسمعون الأشياء واحد يتعجب ويستهزئ، شنو هالتفكير؟ ليش؟ لأن احنا عقولنا مبنية على المنطق، مبنية على معرفة الأسباب ومؤثرات الفيروسات اللي تسبب الأمراض في الإنسان، شلون يصير المرض و و و و و لكن الحقيقة الرؤية اللي ينطيها الكتاب المقدس ما هي مبنية على الناحية العلمية. هم هم كانوا يعرفون أنه مسببات للمرض. من تروح مثلا عاري في وقت البرد راح تمرض، كان يعرفون مكان الوشمة. لكن هالرؤية اللي قدمناها ما هي مبنية على الناحية العلمية والمعرفية للمرض، هي مبنية على رؤية إيمانية للحياة. شلون ننظر للحياة إيمانية؟ إذا
ربط المرض بالخطيئة شو يسوي؟ عندما ربطوا المرض بالخطيئة شو يسوي؟ عندما أنا يكون عندي هل المفهوم هالاعتقاد أنه كل المرض مربوط بالخطيئة، راح أتوجه طول حياتي إلى أنه أسوي أفعال سليمة في الحياة في كل شيء، في كل شيء. إذا كان عندي هالرؤية أنه الخطيئة مرتبطة بالمرض، راح أكون منتبه لكل شيء، كل شيء أخليه يسير بشكل صحيح. شنو اللي نقصده بكل شيء؟ راح نجيب الأساسيات، راح أكون منتبه أتعامل مع الجسد ونفسي وروحي شلون ما يتعامل الله معاه. الجسد والنفس والروح هي صورة الله، إذا لهالسبب ما أعرض جسدي لشيء يخليه يمرض. لا تأكل باشا مثلا بالليل، لا أروح أكل باشا بالليل مع احتراما ليكون باشا. إذا أنا عندي هالفكرة راح أتعامل مع جسدي شلون ما الله يتعامل معاه. ليش؟ لأن هو صورة الله. إذا أنا عندي فكرة ربط الخطيئة بالمرض، راح أتعامل مع البيئة بكل ما تتضمنه البيئة شلون ما الله يتعامل معاها، لأن هي خليقة الله. لهالسبب ما أزد أشياء مثلا بالشارع، ما أقطع شجرة أنا ما محتاجها، ما أقتل حيوان مثلا فقط للأجل تسلي البيئة. إذا أنا عندي فكرة ربط الخطيئة بالمرض، راح أتعامل مع الآخرين شلون ما الله يتعامل معهم أو يريد، لأن هم قريبي القريب. إذا أنا عندي هالفكرة ربط المرض بالخطيئة، راح أسير بشكل صحيح، أحترم القوانين اللي تبني المجتمع والحياة الجماعية والفردية، يعني ما أضحك على السنتر اللي حتى أخذ فلوس، ما أكذب على شخص يجيني أنا أشتغل مثلاً مجرد حتى آخذ من عنده. ليش؟ يعني عندي هالفكرة إنه كل شيء مرتبط، المرض والخطيئة مرتبطين، لهالسبب أتوجه أسوي كل شيء بالحياة بشكل سليم. إذا أنا عندي هالفكرة الخطيئة والمرض مرتبطة، راح سلوكي وتصرفي بالنية والفعل راح يكونون شلون ما سار وتصرف يسوع من الله في الحياة. شوفوا إذا ليش ربطوا المرض بالخطيئة؟ هذا المعنى. واحد ممكن يسأل، زين أنا أعمل كل هذه الأشياء ولو مستحيل أعملها، ومع هذا مرضت، صار بي مرض، شلون أفتهم هذا الشيء؟ أفتهم مرضي نتيجة التعامل السلبي للآخرين في الحياة، عكس هاي مو أنا، أنا سويت كل هاي الأشياء، كل هاي ومرضت، راح أفتهم أن الآخرين يتعاملون سلبيا مع الحياة ويسببون مرضي، شلون ما الإيمان يسبب الشفاء. وهذا اللي نقصده بالإيمان الجماعي. لكن مع هذا نفترض حتى الآخرين تعاملوا جيدا ومرضت، مش راح يكون تفسيرنا المرض هو نتيجة الطبيعة المشوهة بخطيئة الإنسان. في الكتاب المقدس المرض هو نتيجة الطبيعة المشوهة. إذا أكو فيروس بالحياة، إذا أكو ذبابة تنقل مرض، هالطبيعة المشوهة بخطيئة الإنسان. الفردوس الأول اللي الله خلى بينه الإنسان كان كامل، ما يوصفه ما كتاب مقدس يقول كان يروحون هم عراة في يتجولون وعلى الحيوانات كلها، وما كان كويش. إذا الإنسان بخطيئته خلى الأرض مشوهة وعدائية أيضا تجاهه. لهالسبب يسوع يربط الأرض اللي جاي من الطبيعة بالخطيئة. وهنا مثل ما قلنا مو شرط خطيئته الشخصية هذا المقعد، لا
لكن خطيئة الإنسان عموما، اللي إحنا كلنا نكون هذا الإنسان كلنا. وهذا كان الهدف من الرسالة الأخيرة للبابا فرانسيس بخصوص الطبيعة، شلون نحافظ على بيئتنا، شلون نحافظ على بيئتنا في كل شيء، حتى بالاقتصاد الما مبني يقول على احترام الإنسان وقيمة الإنسان، هذا الاقتصاد يشوه الطبيعة، هو خطير. وهل الطبيعة دا ترجع ضدنا؟ ممكن تقرأ الرسالة. إذن لهذا السبب يسوع قال مغفورة لك خطاياك، خطيئة هذا شأن نزله من السقف، هو مقعد، هو ما يقدر يتحرك، أش خطيئة؟ لهذا السبب. لكن أيضا هناك شيء آخر نتواصل في التعمق في هالموضوع، بين الخطيئة وسلطة مغفرة الخطيئة. أكو هالجدال اللي يصير بين يسوع والكتبة، جدال عميق جدا. في هالقصة اللي قريناها، يعني اللي نشرحها، شفاء المقعد، الشيء الغريب هو موقف الكتبة. ليش غريب؟ يسوع حرفيا قال مغفورة خطاياك، هي صيغة مجهول مغفورة، من اللي غفر؟ مغفورة خطاياك، يعني صيغة المجهول بالكلام. وهذا كان عادة اليهود اللي ما يذكرون اسم الله، تعرفوها هاي. إذا المفروض أن يفتهموا الكتبة أن الله غفر خطايا، شنو المشكلة بها؟ ما بها مشكلة، حتى في وقت يسوع الله يغفر الخطايا. يعني ما قال أنا أغفر لك خطاياك حتى يقومون بهال الاعتراض القوي. الاحتجاج يفترض مغفرة من قبل يسوع، يعني لو يسوع قال أنا أغفر خطاياك المفروض يحتجون، أنت منو تغفر خطاياك؟ لكن حرفيا هو قال مغفورة خطاياك، يعني ما قال أنا لا أغفر، يعني دا يتكلم عن مغفرة الله. ليش إذن الكهنة ثار؟ ليش احتج الكتبة؟ العفو مو كهنة، الكتبة افتهموا إن في كلام يسوع أكو شيء أبعد مما يبين من الوهلة الأولى. هم اولا يريدون ياخذون فد سبب حتى يعادون، هذا اول نقطه. اول شيء افتهموا كلام، لكن افتهموا انه اكو فد شيء اخر في كلام، فهي فرصه ياخذون فد شيء علينا يعادوا. لكن السبب الثاني، هم كانوا اشخاص علماء في الكتاب المقدس. الكتبه شنو كان وظيفته؟ يعني مثل العلماء اليوم الكتاب المقدس، يقرون ويفسرون الكتاب المقدس، فكانوا متبحرين في الكتاب المقدس، يعني العهد القديم، يعرفون انه في كلام واكو شيء اعمق. لهالسبب حاججوا، وهو بعد ما هم ثاروا وضدوا حاججوا اثبت اللي كان ببالهم. قال ان ابن الانسان عنده سلطان يغفر بينه خطايا، وهذا اللي كان بالك، انت منو تغفر الخطايا؟ ما؟ فهو اثبت، قال انا عندي سلطان اغفر بهم خطايا. شلون اثبت سلطانه؟ من خلال شفاء المقعد. هل الاصطدام الاول اللي في انجيل مرقس، اول اصطدام بين الكتبه ويسوع، نشوف بينه ايضا في انجيل مرقس هالاصطدام في المسيحيه الاولى القديمه بعد صعود الرب يسوع، حول منو عنده احقيه يغفر الخطايا، وعند منو عنده سلطان المغفره. كان محور الخلاف بين اليهود والمسيحيين الاولين بعد صعود الرب، كان اكو مشكله كبيره، شلون انتم تغفرون الخطايا؟ بس الله عنده حق يغفر الخطايا، انتم منو؟ فهم نص ليبين مرقس بينه ايضا الشيء اللي صار في حياه يسوع، لكن ايضا
هو انعكاس للخلاف القوي جدا اللي كان موجود في الكنيسة الأولى. شلون نقدر نفسر هالخلاف؟ شلون نقدر نشوف وجهة نظر الكتبة؟ شلون دا يقدمها مرقس؟ من هو هذا اللي كتبه؟ وشلون اليوم نشوف هذا اللي كتبه؟ من هم اليوم؟ الكتبة بالحقيقة وعلماء الشريعة كأنه هنا يقدمهم مرقس كأنه مناظرين في سبيل الله، مجاهدين في سبيل الله. نوعا ما يقدمهم مرقس كأنه هم اللي يعلمون الله شلون لازم يتصرف بالأرض. هم لهالسبب ما يعترفون بالسلطان اللي وهب الله ليسوع والكنيسة المسيحية. يعني هم مناضلين من أجل الله، لكن بالحقيقة هم اللي يمشون الله ويقولون له شلون تتصرف شلون تتعامل. الله أكبر نذبح، الله يريد أذبح هذا. إذا هالصورة اللي يقدمها مرقس موجودة كثير، موجودة كانت وبالحقيقة لا زالت موجودة. هالجدال اللي صار بين يسوع وبين الكتبة إلى اليوم لا زال موجود. كثيرين من الناس يناضلون في سبيل الله، لازم نعمل جمعيات، لازم نعمل نجمع فلوس للفلان، لازم نسوي صلوات. لا، مناضلين في سبيل الله، في سبيل هالمفهوم الديني القائم، في سبيل صورة الله المستلمة والجاهزة. مش حد ويا ويلو اللي يتكلم عن الله، نذبحه. مو نذبحه فقط إخواننا، حتى احنا بيننا. شلون تتكلم عن الله؟ يدافعون هذولي عن آلوهية الله، ونوعا ما تدينهم وديانتهم تظهر في الشعارات الحربية الكبيرة اللي دائما ناخذها، كل شيء من أجل الله. هو نوعا ما نضال ضد الله اللي ينحاز إلى الإنسان. هاي الصورة اللي قدمها مرقس لهذول الكتبة مع يسوع. هذول الكتبة، هذول الأشخاص اللي يناضلون في سبيل الله، احنا نقول شلون يتعامل الله. انت يا الله تتصرف مثل ما تريد، هذا اللي موجود في الداخل. الله يعمل فلان شي فلان شي فلان شي، يريد فلان شي فلان شي فلان شي. احنا نقول شلون يتعامل الله، ناضل في سبيل الله. عندما يسوع يجادل الكتبة حول غفران الخطايا، بالحقيقة شو يريد يبين يسوع؟ يريد يبين هل الله في إنسانيته الإلهية. هذا العظيم في مرقس في هالنص. يعني هالجدال اللي قدمه مرقس بين يسوع والكتبة يريد يبين. من نقرأ نشوف انه مرقس دي او العفو يسوع يريد يبين هالله اللي هو منحاز للانسان، الله اللي هو انسانيته الهيه. يعني يظهر الله مو الى مو صوره الله الرتيبه الدينيه المملوءه من التقاليد المعينه والتعليمات اللي ما يقدر ولا واحد يطخها. يريد يقدم يسوع إله هو مع إنسان. إله يسوع المسيح هو مع كل ما يخدم إنسان، لأن بالحقيقة هو خادم إنسان في عالم في الأرض. من يغسل الأرجل خميس الفصح راح يثبت يسوع أن الله هو خادم الإنسان في الأرض. هذا اللي يريد يقدمه مرقس فيها الجدال. واضح النقطة مهمة، السلطة المغفرة والخطيئة. شلون هالجدال اللي عمله مرقس يريد يبين هالنقطة المهمة جدا اللي اليوم كثير لازم نستفاد منها. كثيرين من عندنا يناضلون في سبيل الله، وهم كل دائما ملتزمين في الكنيسة وفي الصلوات وفي
في مجامع الصلوات، في مجامع العمل، و و و و وش حد اللي يتقرب من سورة الله من عدم؟ لازم يطول درس. نجي إلى نقطة أخرى في نفس النص، موضوع الأيسر والأصعب. شنو هو الأيسر؟ أنه أقول مغفورة خطاياك وأقول قم فاحمل فراشك وامشي. شوية يعقدها يسوع علينا، شوية. بحسب الكلام اللي نشوفه عند بركوس، قول يعني واحد يقول مغفورة خطاياك هو أسهل. ليش؟ ماكو ما يمكن برهنته. هسه أنا أقول لشخص مغفورة خطاياك سهل جدا. ليش؟ ما ممكن أثبته. شلون أثبت أنه خطايا مغفورة؟ ما سهل جدا أقول مغفورة خطاياك، لكن أقول لشخص قم فاحمل فراشك يعني أشفينه، هذا صعب جدا أقوله. ليش؟ لأن أحتاج أبرهنه، والبرهان أنه لازم يقوم. مثل هذول اللي الإنجيليين يسوون الحركات والتلفزيون، ما وهذا الأعمى ويقوم تقومه. إذا إيش دا يسوي يسوع في في هالنص عند مرقس؟ يسوع يريد يبرهن سلطانه على مغفرة الخطايا اللي هو صعب، من خلال فعل أصعب اللي هو شفاء. واضح؟ ليش يقول منو شنو الأسهل؟ هذا لو هذا بالتأكيد يعرفون الجواب. قول غفران الخطيئة هو أسهل، لكن يعرفون تحقيق غفران الخطيئة أو العفو إثباته صعب جدا. شلون أثبت أنا أنه أنا غفرت خطايا هالشخص؟ راح أقوم اللي هو صعب جدا من القول. إذا ضروري يميز هنا بين القول والفعل. نطق غفران الخطايا سهل جدا، لكن تحقيقها صعب جدا لأن ما نعرف المرض. نطق الشفاء وقول وعمل الشفاء هو صعب اثنيناتهم. إذا يسوع يريد يبرهن انه يغفر الخطايا من خلال شيء صعب اللي هو الشفاء. لهالسبب هو يقول ويعمل، يعني يقول اغفر مغفوره خطاياك ويشفينه. يا ناس شوفوا انا عندي سلطه ايضا لغفران الخطايا، شفيته. وهنا لاول مره يسوع يعلن عن السلطان اللي عنده لمغفره الخطايا. أول مرة في الأناجيل، في هالمرة، لأن أناجيل متى مرقس لوقا متى ولوقا ويوحنا وراء مرقس ممكن متى. أول مرة تذكر سلطة مغفرة الخطايا ومن فم يسوع هي في هالنص. بالعالم الكتابي أو العالم اليهودي سلطان مغفرة الخطايا كان الله فقط. لكن اكو نص او نصوص في الكتاب المقدس تحفظ سلطان مغفره الخطايا للديان اللي راح يجي في اخر الازمنه. اكو نص نشوفه مهم جدا، واليهود كانوا يعرفون كل الزين هالنص، هو دانيال 13-14 في الفصل السابع، ممكن تقروا بعدين. يقول دانيال: ورأيت في منامي ذلك الليل، فإذا بمثل ابن الإنسان. شو يقول يسوع في هالنص؟ ألا تعرفون أنه ابن الإنسان عنده سلطان مغفرة الخطايا؟ إذا مو غشيم يسوع، يعرف هالنص تماما. لهالسبب استعمل لقب هي نفسه ابن الإنسان. شنو لي ابن الإنسان عنده؟ آتيا على سحاب السماء، فأسرع إلى الشيخ الطاعن في السن، فقرب إلى أمامه، يعني الله، وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا حتى تتعبه كل الشعوب من كل أمة ولسان. يكون سلطانه سلطانا أبديا لا يزول، وملكه لا يتعداه الزمن. الكتبة كانوا يعرفون حرفيا وحافظين النصوص. عندما يسوع يقول لا تعرفون أن الإنسان عنده سلطان لمغفرة الخطايا، كان يعرفون. بس ايش وقت حسب هالنص؟ في نهاية الأزمنة. ابن الإنسان في نهاية الأزمنة عندما يدين كل العالم راح يكون عنده سلطان يغفر الخطايا. شو يسوي يسوع؟ يقول ابن الإنسان اللي عنده سلطان في نهاية الأزمنة، أنا أمتلكه من الآن هالسلطان. ما
الذي جنن. إذا منذ الآن يسوع يمتلك هالسلطة اللي تخليه منذ الآن يرأس هالمحكمة الأخيرة. لكن هالحكم الأخير هو يستبقه في هاللحظة. يعني هذا الحكم اللي في آخر الأزمنة ابن الإنسان اللي يقول إنه أنا هو ابن الإنسان اللي راح يقوله في آخر الأزمنة ده يعلنه هنا في هاللحظة إنه يمتلكه، يعني مغفرة الخطايا. هذا كان تجديف بالنسبة لديه. أنت إنسان، فالشخص جاي من ناصرة ابن نجار، أولا تسأل نفسك ابن الإنسان هذا اللي راح يحكم في نهاية الأزمنة دين الكل، وبعدين تقول هل سلطان أنا هنا راح بديت أنفذه؟ كان جريمة، المفروض كانوا يقتلون من هذاك. تشوفون الصراع، يعني مو سهل. كل كلمة كان يقولها يسوع هذول كانوا يعرفون، وهو كان يعرف شو يقول. إذا من ربط نفسه عنده سلطان مغفرة الخطايا، أسوى سوى نفسه ابن الإنسان اللي كل الكتاب يتكلم عنه واللي هو راح يكون ديان في الأخيرة. هل السلطة اللي عنده في الأخير إنه يحكم سبقها جابها اليوم؟ قال الآن هنا بصير، وهذا شيء قوي جدا. إذا السلطة هي للغفران وللحل من الخطايا، مو هي للحكم والدينونة. هذا مهم، شيء ثالث مهم أيضا. يعني حسب هالنص هو سلطة الحكم والدينونة. هو يقول أنا أغفر خطايا هالإنسان المقعد اللي بنظرهم هو سبب الخطيئة صاير مقعد. إذا يعني السلطان ده يقول مو هو اللي ببالكم ترى للحكم والدينونة، هو للمغفرة للحل. لهذا السبب ممكن نقول حسب هالجدال الأخير إنه زمن الحساب لم يأتي حسب يسوع. ليش؟ لأن يسبقه زمن الرحمة اللي بدأ يسوع بشخصه. في هل ربط بين السلطان ومغفرة الخطايا وابن الإنسان يريد يسوع بالضبط يقول هاي لا تفكرون إنه زمن الحساب إجا. قبل زمن الحساب أكو زمن الرحمة، والرحمة تبتدي بي، دا أرحم هالشخص اللي نتيجة الخطيئة صار مقعد، أنا راح أرحمه. هذا الله يريد هالشيء. إذا يسوع بدأ يمارس سلطان مغفرة الخطايا على الأرض من هاللحظة اللي يتكلم بيها، لأن هو إجا من أجل المرضى مو الأصحاء. هل شيء تشوفوا موجود في هالجدال القصير لكن الرائع والعظيم؟ على هالنصوص مثل هاي مع مرقس الكنيسة استندت عندما أعلنت إنه هي تمتلك سلطان مغفرة الخطايا اللي هو جوهر سر الاعتراف. على نص مثل هذا أكو نصوص أخرى، لكن هذا النص من أقدم النصوص. واضح إذا مرقس ويسوع بالحقيقة ما هم قاعدين، كانوا قاعدين يجادلون ومرقس ده يكتب ايش ده يصير، واحنا نقرا صار خلاف بيناتهم. هي اشياء جوهريه جدا. يسوع في هالكلام اللي نطقه هالجملتين يقول اولا الهنا هو هالشكل، اله رحمه مو اله غضب ودينونه. وبعدين انا في فعلي ابن الانسان، هل ابن الانسان اللي تتصورون انه راح يجي في اخير الزمان يحكم ويدين، هذا ابن الانسان المفروض يرحم أولا. اليوم زمن الرحمة في شخص، لهالسبب تلميذ يسوع هذه نتيجتنا هو يكون أيضا مثل يسوع رحوم. وهذا اللي يريد يقوله مرقس في هالنص الرائع. إذا نسمع إلى أسئلتكم الآن بعد ما انتهينا من هالعرض للنص الجميل جدا عند مرقس. نعم، مجال الأسئلة.